بالتأكيد كما توصف هذه الزيارة فهي تحول نوعي في طبيعة العلاقات المصرية التركية بعد القطيعة التي أشرت إليها والتي استمرت أكثر من 12 عاما، تحمل في طياتها العديد من الملفات التي تؤكد توافق الرؤيتين بين القاهرة وأنقرة، بالذات فيما يتعلق برفع منسوب العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية بينهما. هذا جانب. الجانب الآخر هو فيما يتعلق بالملف الذي يحظى بمساحة كبيرة الآن في المشهد السياسي العربي والإقليمي، وهو مشهد الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني في غزة. الطرف الملف الثالث أو البعد الثالث في هذه الزيارة هو ما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تتداخل فيها كل من القاهرة وأنقرة، بالذات في ليبيا وسوريا وأيضا القضايا الأمن والاستقرار الإقليمي. كل هذه الملفات مطروحة، والزيارة رغم من القطيعة تؤشر إلى أن البلدين دخلتا مع مرحلة جدية من تجاوز سلبيات الماضي، وإن كانت هناك بعض الظلال التي أشار إليها تقريركم قبل قليل فيما يتعلق العلاقة مع الإخوان وموقف أنقرة من الإخوان، خاصة أن لم يتم إبعاد كل قيادات الإخوان من تركيا، وإن كان قد تم إبعاد بعض الرموز الإعلامية ووقف قنوات فضائية كانت تبث من أنقرة وانتقلت إلى عواصم أخرى، ولكن وجود بعض القيادات الإعلامية في السياسية التابعة للإخوان في تركيا يؤشر إلى أن الملف هذا الملف لم يحسم نهائيا، أي أن الملف الأمني سيظل يحتاج إلى جهود البلدين وربما القيادتين لإحداث تحولات بشأنه تقوم بقطع كل ما كان رسوله بعلاقة تركيا بقيادات جماعة الإخوان في مصر. نعم، لكن يعني خلال 12 عاما من القطيعة كان هناك يعني حرب كلامية، كان هناك استفزاز وإعلام وتصريحات، يعني ما الذي استجد حتى اليوم يعني رئيس النظام التركي رجب أردوغان يزور مصر ويريد الحوار مع مصر بالخط العريض؟ ما الذي استجد السيد العزب؟ يعني هل يعني ما الدافع وراء الرغبة التركية في الحوار اليوم مع مصر؟ أولا، عندما قامت تركيا بدعم جماعات الإخوان بالذات في مصر في 2011 وما بعدها، كان صور القيادة التركية أنها ستجد لها موطئ قدم في هذه الدول التي قامت فيها ثورات الربيع العربي، سواء في تونس، في مصر، في غيرها من الدول العربية، ومن ثم دعمت هذه الجماعات الإسلامية. ورأينا رجب طيب أردوغان زار القاهرة عقب ثورة يناير 2011 والتقى بقيادة المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد تنحي الرئيس السابق الأسبق حسني مبارك، ثم زار القاهرة بعد تولي محمد مرسي مرة أخرى الرئاسة، ثم زار أيضا الرئيس التركي عبد الله جول القاهرة في هذه الفترة، ولكن وهو ما أدى إلى ما وصفتي أنت بالقطيعة الكاملة بين النظام الذي ترأسه عبد الفتاح السيسي أو النظام السياسي الذي انبثق عن ثورة 30 من يونيو والذي قضى على حكم الإخوان بعد وجودهم في السلطة لحوالي عام تقريبا، ومن ثم زالت الحرب الإعلامية والتناقض السياسي، ورأينا من أردوغان نفسه استخدام ألفاظ مسيئة لمصر وللقيادة المصرية. لكن كما نعلم أن الرئيس التركي أدرك فيما بعد أن الاستمرار في هذه الأجواء التي تعد غير مواتية بالنسبة لتركيا سواء على المستوى السياسي وعلى حضورها الإقليمي لم تعد مجدية، ومن ثم بادر هو بالدعوة وأركان وبعض دوائر حكمه بالذات المخابرات، والتقى جهاز المخابرات المصري مع المخابرات التركية، مما مهد الأجواء لتحسين العلاقات. بدأ هذا التحسين يأخذ مساره من خلال وقف الحملات الإعلامية السلبية من أنقرة. نعم سيد عزب، الوقت يداهمنا، هناك نقطة أخيرة أريد أن يعني نناقشها معك.
ما الموقف الشعبي المصري من هذه الزيارة؟ يعني نحن نعلم بأن الدول لها مصالح لكن الشعوب لها مشاعر، فما هو الموقف الشعبي المصري من زيارة أردوغان؟ دعيني أقول صريحا، المشاعر المصرية مع تركيا الدولة، مع تركيا الشعب، مع تركيا الحضارة، التاريخ، ربما بدأ في الآونة الأخيرة خلال السنوات الأخيرة نوع من الفتور الشعبي، لكن الشعب مع استمرار العلاقات الاقتصادية، لاحظي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا لم تنقطع على مدى الانقطاع السياسي والأمني، لكن في هذه المرحلة وبالذات مصر تريد البحث عن حلفاء جدد وشركاء جدد بالذات على صعيد الاقتصادي، وكما نعلم التعاون التجاري بين البلدين وصل الى حد 10 مليار دولار في السنوات الفائته سنويا، ويتطلع الجانبان الى ان يرفع الى 20 مليار دولار، وذلك يصب في منحى منحى يؤثر ايجابيا على تطلعات شعب مصر، ومن ثم هناك نوع من الرضا الى حد ما عن هذه السياره الشعبيه. نعم، شكرا لك سيد عزب على جميع هذه الإيضاحات. كان معي من القاهرة العزب الطيب الطاهر، كاتب صحفي ومتخصص في الشؤون العربية، أشكرك جزيل الشكر.